وخلال المؤتمر الصحفي أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن برنامج التوظيف الوطني يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، والذي سيتم من خلاله توظيف البحرينيين وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل في المرحلة المقبلة. يأتي هذا البرنامج تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، من أجل تعزيز جهود الحكومة في إيجاد فرص العمل النوعية المناسبة للمواطنين، وهي مواصلة للجهود الحثيثة اللي قامت بها الحكومة الموقرة في إطار المسيرة التنموية الشاملة للمملكة بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والذي يوجهنا دائما بوضع المواطن البحريني كمحورا أساسيا لكافة الخطط والبرامج والمشاريع التنموية في المملكة، وأن يكون المواطن المستفيد الأول من التنمية عبر مواصلة خلق فرص العمل الواعدة للمواطنين.